الثالث، ما نسينا بعد نهر البارد ولا بدنا ننسى أكيد. يمكن عرسال وإن كانت بعيدة جغرافيا عن نهر البارد إلا أنه جوهر المعركة واحد، السيادة والحفاظ على البلاد من الإرهابيين التكفيريين. من كل مسلح قرر يفتح جمهورية أو دويلة أو إمارة على حسابه بقلب الجمهورية. مش كتير الوصف إذا قلنا إنه الجيش اللبناني عم يسطر بطولات، بطولات حقيقية بجرود عرسال وجبالة وبساحاتها. هيدي مش منطقة محصورة مثل مخيم نهر البارد، وبالتالي المعركة من أصعب المعارك يلي عم يخوضها الجيش فوق، لأن منطقة مفتوحة مستباحة الحدود ومستباحة فيها الدولة بمعناها القانوني، وأخطر من هيك مستباحة كرامتها لأن صارت معبر مشرع للمسلحين الوافدين من سوريا واللي تغلغلوا على مر الأيام بقلب المنطقة وبين اللاجئين السوريين. وما نفعت من أكثر من سنة لليوم صرخات الأهالي بعرسال ونداءاتهم ومطالبة النواب ب14 أدار بدخول الجيش لضبط المخيمات ومراقبة الحدود، لأن سلطة الأمر الواقع بلبنان فرضت غير خارطة وبترفض لحد هلأ تنفيذ القرار 1701 ونشر قوات دولية على كل الحدود الممتدة من سوريا. ما كانوا هالمسلحين البرابرة الجدد متوقعين هالمواجهة الشرسة مع الجيش، لأن وبحسب التقارير كانوا معتقدين أنه بثلاث أيام تنحسم المعركة لصالحهم. لكن ومن اليوم الأول فرض الجيش غير قاعدة باتجاه المعارك، والعسكر اللي كانوا مخطوفين بلشوا يرجعوا شوي شوي، والإرهابيين بلشوا يمددوا فترات وقف النار بعد ما اختلفت هالعناصر بين بعض البعض، منهم بدهم الانسحاب ومنهم بدهم البقاء. وبكل هالمشهدية الجيش لحد هلأ فرض إيقاعه العسكري على مجرى المعركة وببطولة مش غريبة عنه أبدا. شهداء؟ ايه شهداء وكتار، ابطال وقعوا على الارض ليرتفعوا بالسما، لكل واحد فيهم حكاية حب مع هالارض، لكل حدا منهم زوجي ام حبيبي اطفال وكلهم بعمر الورود. ما في ارض بتصير خضرة الا ما تنزل مقابيلة دمعة ام، هيدا قدر، هيدي رسالة. ماشي كبير قدام هالدمعة، كل شي صغير كل شي تافه، لان بهالدمعة في كل الحكاية، حكاية أرض عم تناضل تتحافظ على الكرامة، وحكاية وطن بده يبقى رغم كل المحتلين من جوا ومن برا، وحكاية عنفوان إذا ما بكيوا الأميات ما بتغرز الدمعة بالتراب وبتصرخ علم. هيدا الجيش بعرسال.